أنا رضيت على فكرة الانسحاب دي. هذه فكرة يعني يعملها النادي الأهلي لما يكون حاجة تخصه. لكن هو طب ما تقول الاتحاد الإفريقي انسحب من البطولة، ليه النادي الأهلي؟ يعني هو ممثل الاتحاد الإفريقي بيمثل نفسه؟ لا، ده بيمثل أفريقيا. أفريقيا إذا كان الاتحاد الإفريقي يشعر أنه مهمش ما ينسحبش، لكن ياخد موقف. مسألة الانسحاب دي هو يعني أنت بتنسحب من تاريخ بالزبط. تاريخ هيجي يقول لك يعني 6 مرات، لا احنا 7 مرات مش هننسحب. شوفوا لكم حل تاني. اطمنوا، شوفوا لكم حل تاني. شوفوا لكم حل تاني. العبوا غير يعني عايزني الاعب تايسون من غير كلافزات؟ يعني بقول لك ده مش فير، ده مش فير، ده مش فير، لكن يعني انسحب. عايزنا نسحب.